قد مبكي هنا. شدت المواجهات، تتصاعد الأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان، وصل فيروس كورونا إلى لبنان، خسروا وظائفهم. يا الله يا يا وطني عم تسمعني؟ حاسس فيي؟ عم عيطلك صار لي فترة، عم عيطلك وما حدا عم يسمعني، ولا حتى انت عم ترد علي. مثل الشاب اللي كان تحت الأنقاض ثلاث أيام عم يصرخ ما حدا عم يسمعه، إلا لما طلع لعندك. ما تنسيني، أنا بعدني عم بحكيك، أنا بعدني عايش. بس إذا كان تمن جوابك موتي، مين قالك مني جاهز موت كرمالك؟ طفلي اللي ماتت بكير مش أحسن مني بشي. الأم اللي بكيت عابنا مش أحسن من أمي بشي. سبع مرات اتدمرت يا بيروت، بس هالمرة شفتك بعيوني. بس بوعدك إني كون وقت الكارثة مقاتل شرس، وبعد النتيجة بناء سيد ذاتي وحر بقراري. كلنا للوطن، هيك كنا وهيك حنضل. هادي فخر الدين، صباح الخير لك، وتحيه على التحيه اللي كانت بمبادره. حسيت يمكن كلنا حسينا بمطرح من المطارح، بدنا نقدم شيء، بدنا نعمل شيء، بدنا نصرخ، بدنا نبكي، بدنا نحكي. خبرنا اكثر. صباح النور وميرسي لاستضافتك الحلوه. اهلا وسهلا فيك. هيدي صرخه، صرخه كل مواطن لبناني، كل شاب لبناني. كان لازم نجسدها بهذا الفيديو لأنه أقل شيء فينا نعمله. خبرنا أكثر عن هذا العمل، هو من كتابتك والموسيقى. هذا العمل بعد ما صارت الحادثة كان لازم يترجم. اتفقت، هذه صرخة وجع، كانت عبارة عن اتفقت أنا وزميلي ومدير أعمالي كمان روبير فرحات، اتفقنا على كل شيء. على هو كان مسؤول عن التصوير والإخراج. نزلنا على شوارع بيروت، صورنا ببيروت. أول ما نزلنا لتحت حسيت بوجع الناس، حسيت بألام الناس. في عالم ختيرة قاعدة فوق الحطام بس مش قادرة تفل، لأنه ما بدها تفل. فقررنا أنه نحط هيدا الفيديو، يكون غير عن كل الفيديوهات، لأنه مثل ما عنوان الفيديو بيروت منارة الأمل. فهيدا العالم اللي كانوا مش قبلانين يفلوا من تحت من بيوتهم، هن كانوا أكبر سبب إنه أعمل هيك فيديو، هيك نهاية. إنه مثل ما بيروت تعودنا عليها تخوض آلاف من الحروب من يوم يومها، يعني بيروت معودة إنه تتدمر سبع مرات بس بحياتها ما بتستسلم. ورحنا على الاستوديو، سجلت صوتي كمان من كتابتي، وكتابتي أنا وزميلي، في زميل ساعدنا فيها كمان. كيف كانت أصداء الأشخاص اللي حضرت هيدا العمل؟ خبرنا أكثر. هادي عادة وقتها تكون الشغلة هالقد بتمسنا شخصياً ونكون هيك عم نعطيها للناس، منتأثر أكثر بردود فعلهم بتأثرهم كمان بهيدا العمل. صح مزبوط. هيدي يعني بعدني لهلأ عم لاقي أصداء لهيدا الفيديو، لأنه حقيقي كثير، ما فيها تصنع، لانه هذا وجع كل شاب لبناني، كل شاب بده ياسس حاله بلبنان. يعني هيدي كانت رساله توعيه انه احنا لو شو ما صار مستحيل نترك بلدنا. صح مرقنا بفتره معينه، صح مرقنا بوجع، صح صح صح، بس بعد كل ضربه ما بتقتلك بتقويك. فهذا هو كان الرساله من الفيديو. والمجتمع اللبناني في كثير، وصل لعدد هائل من العالم حضروه تابعوا وعملوا له شير عندهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتواصلوا معي ووصلت صوتهم فيك تقولي. من خلال هذا العمل هادي مثل ما قلنا ببداية اللقاء معك كنت عم تصرخ صرخة بعتقد كلنا حسينا بمطرح من المطارح بدنا نصرخها، وحتى يعني مثل ما كنت عم بتقول ما في تصنع، كلام طالع من القلب، حكيت وجع كل شخص نزل، وبالفعل على قد ما كان يمكن النقل البث المباشر عم بيكون عم بينقلنا الصورة، بس واحد لما يكون على الأرض المشهد بالفعل بيكون صادم جداً. بتحس قدرت توصل كل شيء شفته بهيدا الكلام؟ قد ما جرب يعني ما كنت عم بعطي افورت اعطي مشاعر، لانه انا اوريدي يعني قطعت بفتره تطلع من هيدي الصدمه، بس قد ما جرب اعطي انه وصل مش حقدر وصل الشعور اللي مرقنا فيه بهاليومين او بوقت الحادثه، لانه شعور كتير بشع. يعني اذا في حال حدا ما تصاب من الحادثة بس تصاب جسديا أو روحيا، يعني إذا ما تصابت جسديا تصابت روحيا، في شيء انكسر جواتك. فقد ما نجرب إنه نقدر نوصل، جربت قد الممكن إني أوصل لهم الإحساس اللي قطعنا فيه، ويمكن وصلت لحد ما، بس الإحساس كليا إني وصله للعالم يعني صعب كتير، وبتمنى يعني ما بتمنى لعدوي إنه يصير اللي صار معنا أكيد، بس أكيد أكيد هيدي منا النهاية، لأنه بيروت عودتنا انه لو شو ما كان لو شو ما صار دائما في امل وفي رجاء. أكيد. اكيد شكرا كثير لحضورك معنا هادي فخر الدين، واهلا وسهلا فيك. فاصل ومنتابع لقاءاتنا مشاهدينا، بقي معكم لغايه الساعه 11:30، خليكم معنا.